أهلا وسهلا بكم طلابي الأعزاء، طلاب اكتساب اللغة. في هذا الفيديو يا عزيزي الطالب سوف نتطرق إلى موضوعات الأسبوع الثامن، فأهلا وسهلا بكم أحبائي وطلابي طلاب اكتساب اللغة. بداية أذكر عزيزي الطالب الأهداف لهذا الأسبوع: أن يستخرج الطالب الأسماء الموصولة من جمل ونصوص، يستخدم حروف العطف في جمل مفيدة، ويستكشف الطالب مفهوم القصة. في هذا الأسبوع يا عزيزي الطالب سوف نتطرق إلى الاسم الموصول، والاسم الموصول هو عبارة عن اسم يدل على شيء محدد مذكور قبله، والجملة التي تأتي بعد الاسم الموصول تسمى صلة الموصول. ومن الأسماء الموصولة الذي للمفرد المذكر للعاقل وغير العاقل، اللذان اللذين للمثنى المذكر عاقلا أو غير عاقل، الذين للجمع المذكر للعاقل، التي للمفرد المؤنث، واللتان اللتين للمثنى المؤنث. وأيضا عزيزي الطالب في هذا الأسبوع سوف نتطرق إلى حروف العطف ومعرفة معانيها، حيث تشترك بعض حروف العطف في المعنى الذي تدل عليه، وهي الواو، الفاء، ثم، أو، أم، وحتى. الواو يا عزيزي الطالب تفيد معنى المشاركة دون ترتيب، كأن نقول حضر خالد وزيد. الفاء تفيد الترتيب مع التعقيب، كأن نقول دخل الطبيب وفحص المريض. ثم تفيد الترتيب مع التراخي، كأن نقول سافر خالد ثم زيد، أو لها معان عديدة كالتخيير، مثل سأخرج الساعة الواحدة أو الثانية، وتفيد الإباحة، مثل صاحب، العالم، أو الزاهد. أم تفيد التعيين، كأن نقول وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم. ثم عزيزي الطالب سوف ننتقل إلى الإجابة على التدريبات الواردة في كتاب التطبيقات رقم 1. وأيضا عزيزي الطالب في هذا الأسبوع سوف نتطرق إلى قصيدة شعرية بعنوان الأطفال يعانقون الأشجار. سوف نقوم بقراءة هذه القصيدة وسماعها وقراءتها قراءة جهرية معبرة من قبل المعلمة ثم من قبل الطلبة، ثم سوف ننتقل إلى للإجابة ولمعرفة معاني الكلمات الجديدة والإجابة عن الأسئلة الواردة في كتاب من الألف إلى الياء، وتدوين هذه الإجابات على الدفتر. وأيضا عزيزي الطالب في هذا الأسبوع سوف نتطرق إلى إنتاج قصة قصيرة تدور حول طفل يرمي النفايات في الماء. سوف تقوم عزيزي الطالب بتكملة هذه القصة مراعيا فيها عناصر القصة، مراعيا فيها البداية والنهاية، ومراعيا فيها الحل والعقدة وعناصر القصة جميعها. أيضا عزيزي الطالب في هذا الأسبوع سوف نتطرق إلى كتابة فقرة تمليها عليك المعلمة، لذلك عليك دائما مراجعة القواعد الإملائية التي تم التطرق إليها سابقا، مثل كتابة التاء المربوطة والمفتوحة والهاء، وأيضا كتابة التنوين، وأيضا كتابة الألف بصورتي الألف القائمة والألف المقصورة، والعديد أيضا من القواعد الإملائية التي تم التطرق إليها سابقا. لذلك عزيزي الطالب عليك أن تتدرب جيدا وتراعي هذه القواعد. كما أنه سوف نقوم بقراءة القصيدة الشعرية قراءة جهرية، لذلك عزيزي الطالب عليك مراعاة معايير القراءة الجهرية حتى لا تقع في الأخطاء.
إلى هنا عزيزي الطالب أكون قد انتهيت، شاكرة لكم حسن استماعكم، وإلى اللقاء أحبائي الطلبة.